شكرا جزيلا نزهة بجد سيدات، وبالتالي اعود الى سمير ابراهيم. تفضل لك الكلمة. إذن هذا السباق، هذه أبرز متسابقة وانغ جينيو، صارت مرشحة للفوز بإحدى الميداليات وربما الميدالية الذهبية، لكن هنا المنافسة الثانية مارتا هيربا للمنافسة القوية على الميداليات الثلاث لهذا السباق. كان الاستعداد الآن لانطلاق 800 متر نهائي السيدات، انطلاق السباق، والصين وانغ جين يو مرشحة الأولى، لكن هناك المنافسة حاضرة وهناك بطلات على مستوى عالي بإمكانهن خلق المفاجأة. هذا دون أن ننسى البطلات الهنديات كوماتي ماريتو صاحبة دقيقتين 3 ثواني 21 التالية، بإمكانها أن تفاجأ أيضا الجميع، لكن مارتا مراته قوية أيضا في سباق 800 متر، وقد سجلت في سباق 800 متر خلال بطولة آسيا التي أقيمت بطهران عام 2018 داخل الصال. هي أيضا يعني كانت واحدة من بين المتوجات على مستوى سباق 800 متر في بطولة العالم على مستوى الشطرنج. إذا 400 متر الأولى مرت بسرعة، إذا دائما الصدارة الآن أصبحت للبطلة الكازاخستانية مارغاريتا موكاشيفا. هي ما تتقدم الان في السباق مباشره. وانغ شينوي اللي سبقت وتحدث عنها، وانغ الصينيه، ثم هناك البطله الهنديه الان كوماتي اصبحت قريبه من المركز الثاني، بينما مارتا تاخرت كثيرا. والان صراع كازاخستاني صيني بهندي على الميداليه الذهبيه. وانغ الان ستبدا السرعه النهائيه، والبطله الهندي ايضا اذا هي وانغ شينوي من الصين. وانغ شينوي محاوله للقطع على الميداليه الذهبيه من قبل البطله الهنديه، هل تتمكن؟ اذا هي الهند، بالفعل هي البطله الهنديه.